والله هذه محلات كان خوش بيد، كان خوش بيد وخوش شقيقين. بالتحرير هاك صار تبلش راح وقع انتهى. دحق على ذاك الله اول بيت بالموصل ينبني على شكل على الطراز الانجليزي هذا بال 52 انبنى. دحق علينا شلون فلش ما يصير، خلي يديرون على بالهم على الفقير. يعني ابو العماره عنده لو عنده كان عمله، بس تجي الدوله تجي شيء تروع انقاض هذاك الوقت يطيق يشتغل. تمام، واجهه للمدينه، واجهه هاي موصل، هاي الموصل، هاي يابا الموصل ايش قداتي. العماره هاي بلديه كانت طوابق سيارات، وقبل كانت كل بيوت ودرابين وحي متروكه، المدينه كلها متروكه. استاذ لو رجعت هاي شلون؟ لو رجعت هاي شلون؟ ترجع الحياه الطبيعيه. ما بس هاي احنا لما يعني انا هذا التمثال هون شنو اللي نسمعه من الناس؟ 180 مليون 180 مليون ينطوها 20 واحد 30 واحد على 10 10 كل بيت بينوع 10 نفرات يرجعون على. بس هاي العماره الملك هذه طابعة البيت الحبال، الرجل سوى فقط شيدها وعافه لانه لا يوجد من يدعمه ماديا من ناحيه الايجارات، يعني هو حيعمر كمل. واكبر دليل على كلام عماره الصفا اللي بشارع النجفي كاملة متكملة من عيادات وأطباء ومحلات. هذه من أشخاص موجودين أعتقد ناس متمكنين، بس ما عندهم أنه رؤية لبنائها أو تشييدها وراجع إلى سابق عهدها. فنحن حاليا نلتمس ونداء من أهالي نينوى إلى سيادة رئيس الوزراء أن يدعم أصحاب العمارات أولا، أصحاب البيوت ثانيا، لأن لإعادة السوق المدينة القديمة تبكي على مدار 5 سنوات. يكفي بكاء، يكفي عويل، نريد أن نسعى ونفرح بهذا الإنجاز الذي سيقومون به ما بعد. ربما نجلس بعد 4 5 أشهر من الآن ونرى هذه المدينة تزهو بناسها وتزهو بمحلاتها القديمة الجميلة كما كانت.